نشر الرئيس الإندونيسي جوكو ويديدو فيديو سيلفي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جمعه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وحظي الفيديو بأكثر من 104 ملايين مشاهدة خلال 6 ساعات من نشره. ووصف الرئيس الإندونيسي في الفيديو الذي بلغت مدته 2:27 زيارة الملك سلمان بالتاريخية، مشيرا إلى أنها الأولى لملك سعودي لبلاده منذ 47 عاما.